نشرة 12 من النهار اليوم، كل عام وكل عيد ربيع وحضراتكم بخير. شم النسيم يحل ويستقبلها المصريون بمتعة قضاء الإجازة الترفيهية المصحوبة بالأكلات المملحة الشهيرة. فمنذ الصباح الباكر خرج المصريون إلى الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة، ورفعت جميع محافظات الجمهورية حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات. وأعلنت هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الأنفاق حالة الطوارئ مع تشكيل غرفة عمليات لحل أي مشاكل تحدث فترة الاحتفال بالأعياد. التنزه في شم النسيم هي عادة راسخة تحرص عليها كل طوائف المجتمع في مثل هذا اليوم، فألوان الزهور الزاهية ومياه النيل الرمادية كلها عوامل تجذب المصريين نحوها. عيد مصري قديم يقترب عمره من 5000 عام، في كل عام يأتي بنسائمه ليبشر بمولد حياة جديدة، فتتفتح الزهور وتتزين الحدائق في شم النسيم. ذلك الاحتفال الذي تورثناه عن قدمائنا المصريين، تورثنا معه أيضا طقوسا وأطعمة تقليدية كانت على مائدتهم، فلا يخلو بيت المصري في ذلك اليوم من السمك المملح والخس والبصل وغيرها من الأطعمة التي ارتبطت عند قدماء المصريين بمدلول ذلك الاحتفال. ومع إشراقة شمس ذلك اليوم يخرج الناس إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ، إذ يجدونه مناسبة جيدة ليجتمعوا فيه مع أصدقائهم وأقاربهم للاستمتاع بنسماته المنعشة. وزارة الصحة ككل عام حذرت من أسماك فاسدة موجودة بالأسواق، فأعدمت 15 طنا من الرنجة والفسيخ الفاسد قبيل الاحتفال بأعياد الربيع، وناشدت المواطنين ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين. تحذيرات أطلقتها أيضا وزارة التموين التي ضبطت 410 أطنان فاسدة من الأسماك المملحة والرنجة خلال حملات مكثفة على مستوى المحافظات. وبالرغم من تلك التحذيرات لا يزال المصريون متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم في ذلك الاحتفال الشعبي الذي ينتظرونه من العام إلى العام بنسائمه وأكلاته. رضوى معتمد، النهار اليوم.
مع كريم رجب. والآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ليعطينا المزيد من المعلومات حول يعني هذا العيد وأيضا أكلاته. يعني دكتور خالد مجاهد، ما هي أهم النصائح التي من الممكن أن نقدمها للمصريين في هذا العيد في شراء الفسيخ وغيره من الأكلات المملحة؟ أولا بعد تحية، كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير. يعني هي وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تحذير للسادة المواطنين لتناول الأسماك المملحة أو الفسيخ أو الرنجة من أو عدم شرائه من الأماكن الغير خاضعة للرقابة أو من الباعة الجائلين أو عدم تصنيعه في المنزل، لأن هو له طريقة معينة لحفظ هذه الأسماك للتأكد من كونها صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه. وطبعا في حملة كبيرة من قطاع الطب الوقائي لتشديد الرقابة على الأسواق، أسواق الأسماك بقالها فترة، وبيتم يعني الحملات المفاجئة على المحلات والأماكن اللي بتبيع الأسماك، وإذا وجد إن في أسماك غير صالحة بيتم إعدامها وتحرير محضر ورفعه للنيابة، وبيتم أخذ عينات من المحلات أو من الأسماك المتواجدة في المحلات الأخرى للتأكد وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها. الحاجة الثانية اللي نحب ننصح بها السادة المواطنين إنه لا قدر الله لو في شعور بأي أعراض بعد أكل الأسماك، بننصحهم بالتوجه لأقرب مستشفى خلال 24 ساعة من الأعراض، علما بأن الأعراض بتظهر بعد 8 ل 12 ساعة، لأن ده بيساعدنا كثيرا على إنقاذ حياة. ما هي يعني مظاهر هذه الأعراض يعني التي ممكن أن تظهر على الشخص الذي سيتناول هذه الأسماك المملحة؟ هي الأعراض دي بتتمثل الحقيقة في يعني ازدواجية في النظر وجفاف في الحلق، ويعني قد تؤدي الى ضيق في التنفس، لان هي بتصيب اكثر الجزء العلوي من الجسم، وقد تؤدي الى يعني شلل في اجهزه التنفس ولا قدر الله الوفاه. يعني عشان كده بنناشد الساده المواطنين انه فور ظهور اي اعراض عليهم بيتوجهوا لاقرب مستشفى لانقاذ حياتهم. طب دكتور خالد مجاهد، هل تم حتى الآن رصد أي إصابات أو حالات مرضية نتيجة لتناول الفسيخ؟ لا إطلاقا، الحمد لله. إحنا من خلال غرفة الأزمات المتعاقدة في وزارة الصحة وفي كل المديريات على مستوى الجمهورية، في كل محافظة غرفة، وبتتلقى بلاغات إذا كان هناك أي مشكلة أو خلافه. لم نرصد أي مشاكل نتجت أو أي حالات تسمم نتجت عن أكل الفسيخ حتى الآن، والأمور تسير بشكل طبيعي وهادئ الحمد لله. طب يعني بعيدا عن الأطعمة وأكلات شم النسيم، هل تم رصد أي حالات إصابة جراء الاحتفال أو وقت الاحتفال بشم النسيم، سواء في يعني سفر أو غيره أو تنزه أو تواجد على الشواطئ؟ مطلقا يا فندم، احنا عندنا سيارات الاسعاف منتشره حول الحدائق العامه والمنتجعات وحول الكنائس على مستوى محافظات الجمهوريه، وعندنا ايضا سيارات التدخل الطبي السريع منتشره على الطرق السريعه لزياده طبعا نسبه السفر خلال هذه الاحتفالات، ولكن حتى الان لم تحدث اي مشكله، وان شاء الله يعدي اليوم على خير باذن الله. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا لك. عادات شم النسيم لا ترتبط فقط بما توارثناه من عادات من قدماء المصريين، بل هناك أيضا موروثات من الماضي القريب، أشهرها حرق دمى الليمبي، مهرجان اعتاده أهالي مدن القناة، ويساعد الفنان البورسعيدي محسن خضير على الإبقاء على هذا الموروث حيا. الفنان محسن خضير يعيد إحياء الموروث الشعبي لدى أهالي مدن القناة الثلاثة المرتبط بعيد شم النسيم. حرق دمى تجسد اللورد الليمبي المندوب السامي البريطاني الذي اشتهر ببطشه وظلمه طوال 6 سنوات عاشها في مصر إبان ثورة 19. محسن خضير أحد الفنانين الذين لا يزالون يساعدون أهالي بورسعيد في الإبقاء على الاحتفال بهذا الموروث كل عام. كانت الدمية لزمن طويل مقتصرة على اللورد الليمبي،
إلا أن أبناء القناة لاحقا اختاروا شخصيات أخرى لحرقها، تصنع الدمى من القش ونشارة الأخشاب ثم تكسب بملابس الشخصية الحقيقية. لا يجري حاليا حرق الدمى، ولكن احتفظ أهالي المحافظة بالمهرجان. تعاملنا موضوع كتير جدا، هي دي بدأت بلاش سياسة، بدأنا نخش في الحاجات اللي هي الاجتماعية دي، واستفدنا منها طبعا، بحيث ان انت كل سنة بتعمل حاجة بقى انت رافضها، لان هو ده الموضوع اصلا بيتحرق تخلص منه، تيجي كل سنة تجيب اوحش ما عندك تروح حرقه عشان تمشي على سنة نظيفة. بقدر اللمسات الفنية التي تحملها فرشاة الفنان محسن خضير، فإنها أيضا تحمل هموما تشغل المواطن البورسعيدي. أزمة الدولار، مطالب بسرعة الكشف عن ملابسات مقتل الشاب البورسعيدي شريف ميخائيل في لندن، تجسيد لشخصيات بارزة في المجتمع البورسعيدي، كل هذه قصص ترويها أعمال خضير في شم النسيم هذا العام. وهذه النشرة متواصلة معكم، وفيها غدا بدء سداد مقدمة